عن منع اكل لحم الخنزير كهذا الاسئله يعني. دعني اتوقف عند هذه الناحيه. يعني الكثير يتحدث ونحن نعيش ايام انفلونزا الخنازير ونعاني من ويلاتها. انا اسمع كثيرا عندما يتحدث العلماء وانت على راسهم عن موضوع الخنزير، تكون الاجابات من بعض الذين يشتغلون بالعلوم الطبيه يقولون ما يتحدث به المسلمون عن ضرر الخنزير يعني يمكن أن يردوا عليه بأساليب متعددة، منها أن أكثر من 1000 سنة 1500 سنة الناس تأكل الخنزير، لم يحدث أن سمعنا أن هناك أمراض نتجت عن ذلك، ولو كانت هذه الأمراض حقيقية لتوقف، يعني هم يشعرون بصحته. الشيء الآخر الذي يتحدثون عنه بصراحة دكتور، يعني البعض يقول أن من حكمة تحريم أكل الخنزير أنه يأكل الروث ويأكل الأوساخ ويأكل هذه الأشياء. ماذا لو أتينا بخنزير وأبقيناه في حجرة مغلقة ولم نطعمه إلا الطعام النقي الطاهر الطيب؟ هل ينتفي بذلك تحريم الخنزير؟ أبدا أبدا لا ينتفي. أن الحكمة الإلهية يعني إذا حرم ربنا تبارك وتعالى شيئا فهو حرام حرمة مطلقة، وإذا باح شيئا فهو مباح. فأقول يا أخي الكريم أن إذا قال ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، طبعا العلم يحقق الآن صدق القرآن الكريم في كل إشارة من هذه الإشارات. وموضوع تحريم لحم الخنزير يحتاج إلى جلسة خاصة حلقة كاملة بنفسه، لكن في عجالة أقول: أولا الخنزير حيوان نجس، حيوان قذر، حيوان رمام، يأكل الجيف ويأكل النفايات. حتى لو يعني ربيته في وسط يعني يحول بينه وبين ذلك، هو في فطرته في تكوينه يعني يأكل ما يخرج هو نفسه، يعني لا تستطيع أن تغيرها مهما حاولت أن تضبط هذا السلوك، لا تستطيع أن تغيره. ثانيا ثبت علميا أن دهن الخنزير وهو متلبس بلحمه لا يستطيع جسم الإنسان أن يستفيد به أبدا، يعني لا تستطيع المعدة أن تهضمه ولا يستطيع الكبد أن يخزنه، فيتجمع في جسم الإنسان كدهن خنزير ويؤدي إلى العديد من الأمراض خاصة أمراض الدورة الدموية، يعني جلطات الدم، جلطات القلب، ضعف العضلة القلب أو سبب الأنجينا. طيب يعني هذه الأمراض ألا يعرفها الغرب؟ لماذا يستمرون أكمل لك يا أخي الكريم حاضر، يعني هذه قضية يعني ثابتة علميا. النقطة الثالثة وهي الأهم أن نمط غذاء الخنزير يتوافق مع نمط غذاء الإنسان، فعلماء الحياة يقسمون الأحياء إلى 3 مجموعات: أكلات لحوم وأكلات أعشاب وأكلات لحوم وأعشاب، ويضعون الإنسان مع أكلات اللحوم والأعشاب، لأن الإنسان يأكل اللحوم كما يأكل خضروات. صحيح. فالحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان وله نفس نمط الغذاء نفس نظام الغذاء هو الخنزير. فدورة الأمراض تكتمل بين الإنسان والخنزير كما لا تكتمل بينه وبين أي حيوان آخر، نتيجة لطبيعة الخنزير الرمامة، فجسمه عبارة عن مخزن لمسببات الأمراض. ماذا تقصد بالرمامة يعني؟ يعني يأكل النفايات، يأكل الجيف. يعني ما عنده اختيار بالأكل يعني. فيقول العلماء الآن أن بجسم الخنزير أكثر من 400 نوع من مسببات الأمراض، الفطريات، الفيروسات، البكتيريا، الديدان، أكثر من 400 نوع التي تتشابه مع جسم الإنسان، التي تكتمل دورتها مع جسم الإنسان. فطبعا من الذي يقول أنهم لا يعرفون أن لحم الخنزير ضار؟ هم يعرفون. طيب هم يعرفون أن الخمر ضارة ويشربونها، ويعرفون أن التدخين ضار ويدخنون، ويعرفون أن المخدرات ضارة ونسبة عالية منهم مدمنون على المخدرات. فالإنسان عدو نفسه، الإنسان لا يعرف مصلحته، ومن هنا كانت ضرورة الدين. فإذا أحل ربنا تبارك وتعالى طعاما أو شرابا أحللناه، وإذا حرمه حرمناه. يعني فضيل الدكتور يبقى تساؤل ربما عند المؤمنين أنفسهم، ما دمنا نتحدث عن الخنزير، لماذا خلقه الله عز وجل إذا كان بهذا الضرر؟ وهذه يعني لا أعتقد أن هناك شيء في الكون جعله الله عبثا أبدا، فلماذا أبداً خلقه الله؟ خلقه ربنا تبارك وتعالى لينظف الأرض من النفايات والجيف، ليس لطعام الإنسان. الله أكبر. هو له دور في تنظيف البيئة، ولذلك هو حيوان بري أصلا استأنسه الإنسان قصرا وقهرا
وحيوان بري. ماذا تعني استأنسه الإنسان قصيرا؟ يعني رباه، يعني أخذه. نعم. أو في الأصل يجب أن لا يربى في المزارع، لا يربى في البيوت أبدا. هو نعم يسير يعني في الأرض. نعم، يعني قد يكون الخنزير هو سبب إنفلونزا الطيور، قد يكون هو سبب إنفلونزا الإنسان، قد يكون هو سبب كثير من الأمراض التي لا يعرف لها أصل إلى الآن، لأن مجرد تربيته في وسط بشري مصيبة كبيرة. يعني أنا والله عندي فيلم صوره الأمريكان لمعدة أحد الذين يأكلون لحم الخنزير، والله يعني مزرعة للديدان، مزرعة للحشرات، مزرعة للفيروسات، عفوا للفيروسات والفطريات، يعني شيء مفزع للغاية. فأقول يا أخي الكريم، لم يحرم ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا أبدا، ولم يخلق شيئا عبثا. الخنزير له دور في البيئة، يطهر هذه البيئة من النفايات والجيف، ويلعب دورا هاما كما تلعبه بعض الحشرات زي الذباب زي البعوض زي إلى آخره. فلم يخلق ربنا تبارك وتعالى شيئا عبثا على الإطلاق، ولم يحرم شيئا تحريما عبثيا، لأن الله أجل وأكرم وأعز من ذلك. هل واجهت مثل هذا السؤال في تجوالك؟ نعم. صادفت أن نعم. اجتمعت بأناس نعم. يربون الخنازير نعم. في يعني أنا طبعا كنت في رحلة جيولوجية وأنا في بريطانيا سنة 61 ميلادي، كنت يعني في صحبة عدد كبير من غير المسلمين، فبدأوا يسألون لماذا تحرمون أكل الخنزير؟ قلت حيوان قذر نجس. قال طيب ناخذك نفرجك على مزرعة خنازير، ما في أنظف من كده. قلت طيب. ذهبنا إلى المزرعة، وكانت الخنازير موضوعة في صناديق من الخشب حتى يقللوا من حركتها حتى تكتنز لحما وشحما، ويدقون لها ناقوسا بين قوسين. هل هذه الرحمة بالحيوان؟ نعم هذه الرحمة بالحيوان. نعم نعم. لا حول ولا قوة. يدقون ناقوسا فتخرج للأكل، فإذا سرب من الجرذان هجمت عليها الخنازير تأكلها وسالت دماء من أفواهها، فعادوا خائبين. والله لم يحدثوني في هذا الموضوع مرة ثانية، مع أنهم كانوا يتنظرون على المسلمين أنهم يحرمون أكل لحم الخنزير. بعض الخنازير والله أكلت روثها أمامهم، أكلت روثها أمامهم. فيعني يعني هو حيوان بطبيعته التي فطره ربنا تبارك وتعالى حيوان رمام، يعني ولا تستطيع أن تغير هذه الفطرة مهما جاهدت في تربيته تربية خاصة. يعني فضيلة الدكتور، هذه المواضيع وأكثر هي يعني من المواضيع الحساسة، وربما يعني أثرت هذا التساؤل لأن الكثيرين يعتقد أن هناك تفريق بين الحكمة والعلة. نعم. يعني عندما نقول أن العلة هي هذا الطعام، ربما تنتفي هذه العلة وبالتالي ينتفي الحكم. نعم. أما عندما نقرأ هذه الحكم الربانية من وراء التحريم، نعم. إن شاء الله نصل إلى حقيقة.